يتدرس أو إذا احطب يعني يحير الناس. لماذا؟ لما أعطاه الله تعالى الفصاحة. وقد كنت سألته إن عربيتك غير عربية متعلمين، كأنها طبيعية. قال نعم، كنت صغيرا في المدينة المنورة وكنت تلميذا للشناقطة، وكان الشناقطة لا يعرفون اللغة العامية، إنما ديدنهم لغته الأصلية أو اللغة العربية الفصيحة. فالمرأة والطفل والطفل والطفلة والأشيب كلهم لا يتكلمون إلا بالعربية الفصيحة. قال فكنا ندخل إلى دور شيوخنا فنختلط مع الطفلة ونختلط مع الطفل ونختلط مع المرأة، لا يتكلمون إلا بالعربية الفصيحة، فكانت عربيتي طبيعية.